هذه الشيلة إهداء من أم عامر إلى والدها بمناسبة عودته إلى أرض الوطن. تبشر يا المحارب الليل فالك يا مرحبا مليون تكتب على الواح هلا أبو مطر لا عدم ناهزولك هلا السماء الورق نواح تبشر يا المحارب الليل الفالك يا مرحبا مليون تكتب بالألواح هلا أبو مطن لعدم ناهزولك هلا عدد ما بالسماء الورق نواح هلا هلا من خاطري سكت هالك شوفت ابوي راس مالي والارباح شوفت ابوي راس مالي والارباح غني طرب يا المحاني جولك عيالك عمت شوارع ديرتي كل الافراح يا مرحبا ابو مطر والسعد فالك عسى خفوك كل الايام مرتاح ابوك يا اللي وارد للمهالك لو ما تعلم شامخ ما بعطاح لو ما تعلم شامخ ما بعطاح هلا أبو مطر ريح الله بالك خاطرك جعلك كل الأيام منساح يا معرب ما بين عمك وخالك العز وهليلهم صيت قداح يا سعد عيني يوم شفنا قبالك عساه عنك سوال أقدار تنزاح عساه عنك سوال أقدار تنزاح يا معرب ما بين عمك وخالك العز وهليلهم صيت قداح يا سعد عيني يوم شفنا قبالك عساه عنك سوال أقدار تنزاح يا سعد عيني يوم شفنا قبالك عساه عنك سوال أقدار تنزاح تكريم ترقية نقل وكتابة